يحشي فيها صبعه. انا مزيان، انا اتحدى ان تاتيني انت او غيرك بامراه واحده طلقتها، واحده. طيب انت معدد؟ طبعا. ليش كتغير النساء؟ انا اؤمن بالتعدد الذي شرعه الله، مش بالتعدو، تعدد. انت راجل، انت راجل وراجل وتطرف الهضره ديال. اذا دابا عندك اربع نساء؟ ما عندي لا اربعه ولا ثلاثه، عندي جويجات. فضحتونا على جوج، فضحتونا على جوج. جويجات؟ جويجات لا اقل ولا اكثر. واحد الوالد الله يرحمه وصاني على ثلاثة ديال الناس ما تديرش في زبور تمهم الثقة. هذوك اللي ما كيضربوش الطاسة، والاخرين اللي ما عندهمش مع العيالات، واللي ما كيتصنتوش لأم كلثوم. ثلاثة د العيالات، وحدة ما باغياش وجوج باغيين، الأغلبية باغية، وإلا زدت الرابعة عندي 75% نعم. يا ضنايا. السلام عليكم، انا حنان من مدينه اسفي، مرات الشيخ الفزازي الرابعه. اللي بيطول عليه الست ده الشيخ الفزازي، انت ماشي براني، انت كليان ديال قفص الاتهام. هذه المره الثانيه لغه القانون كتسمى حاله العواد. ربما درتي شي حاجه باش تستدعيناك. داكشي بيزار. هذه ديال الموافقه ديال الزوجه ما عندها علاقه بالشرع، ما عندناش في الدين ديال الاسلام ان الزوجه توافق. ما توافقش من حقها ما توافقش. هذا جدلا لو انها لم توافق، يعني نساير كان في هذا الموضوع هذا. ما عندناش في الشريعه حتى توافق الزوجه. التدر المنكره ما يجيش لنا في العذاب، ما كيجيش عندي نهائيا، ما كيجيش عمره من النهار اللي داني انا تما عمره بات عندي ولو نهار واحد. عمره بات عندي، كيجي ساعة وكيمشي، كيعطيني 50 درهم ولا 100 درهم ولا سافر 200 درهم. عذاب، عيشني في العذاب. ويلي 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 ويلي. كيفاش كتحس بالمتعة أنك عندك بزاف العيالات؟ عندي جوج يا امرأة، عندي جوج. وعرفنا وطلقتي وحدة. وعندي جوج، والشرع عطانا أربعة، أحلى بتي أم كاريتي. ربي ربي شتي ربي، ربي عطانا أربعة. احو فيكم. يا دين النبي، ها الحلاوه دي. اموتي بالغدايه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.